في اي اثار جانبيه للمبدا نفسه، فكره المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز؟ الاثار الجانبيه، لا مفيش اثار جانبيه للفيتامينات والمعادن. لو انا مثلا لو فيتامينات قابله للذوبان في الدهون، باخد لو الدكتور يعني هو الدكتور بتستشير الدكتور، لو محتاجه قرعات مكثفه جدا منها لفتره لشهر شهرين لثلاثه، وبعد كده بتمشي على قرعات بسيطه جدا. لكن بالنسبه للالب مالتي فيت ملوش اي اضرار جانبيه اطلاقا خالص. ايه تاني لو ظهرت عليا اعراضه فده مؤشر ان انا عندي مشكله في الفيتامينز؟ يعني في امور معينه بتبقى ملهاش مرجعيه غير نقص الفيتامين؟ لا يعني مثلا لو هتكلم بالنسبه للرجل، الخمول والكسل ممكن جدا يبقى نقص فيتامينات ومعادن، ما دام ما عندوش مرض مزمن يؤدي، يعني ما عندوش مشاكل في الكبد مثلا، ما عندوش مشاكل في الكلى، ما عندوش مشاكل في القلب. فعلى طول بقول احنا لازم نطمن بالتحاليل الدوريه. يعني اي ست راجل بيتفرجوا علينا بنطمن بالسي بي سي بتاعنا. طبعا نقص الحديد كمان بيعمل المشكله دي، فلازم نعرف الـ 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 الخمول والكسل ووقعان الشعر نتيجه فيتامينات ومعادن ولا نتيجه نقص حديد. طب يعني حتى الستات مثلا لو هتكلم، لو بيبان على الست ايه؟ الوش الشاحب قوي، الهالات السوداء، ده بالنسبه لوشها، التشققات حوالين الانف، بقع في الوش، الشعر بيقع، طبعا ممكن يبقى نتيجه نقص بيوتين، زنك، نحاس، كل الحاجات دي مهمه جدا للشعر. بس اهم حاجه تبقى مطمنه على الغده الدرقيه بتاعتها، مطمنه على نسبه الحديد بتاعتها، مطمنه على وظائف الكلى بتاعتها، وقتها ولسه الشعر بيقع لازم تاخد فيتامينز على طول. بالمناسبه انتوا اكيد بيبقى عندكم احصائيات وعارفين، ولا دي صعبه تحصروها، فكره ان العملاء الاكثر للمنتج ده هل هم من السيدات اكثر ولا من الرجاله؟ انا بيخيل لي ان هم ممكن يكونوا سيدات، لان في كتير جدا من الاحيان بنلاقي ان الكلام واخدنا لايه؟ لحته سقوط الشعر، الضوافر، البشره، ودي كلها حاجات في منتهى الاهميه للسيدات. طيب صدقني لو قلت يمكن الرجال كمان اكثر، انا كنت فاكره زيك للاسباب، عشان يمكن انا طبيعتي كست على طول بدعم الستات وبتكلم، بس بلاقي كميه رجال بتستخدم الب مالتي فيت، لان لما باجي اعمل ريفيو يعني مراجعه مع الكول سنتر، لا رجال بالتوازي ويمكن رجال اكتر كمان، لان الراجل عايز طول الوقت يبقى عنده نشاط، راجل مهامه كتيره جدا في اليوم. فلما بتكلم بقول قد ان هو في فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، ومع فيتامين بي زنك المهم جدا للرجل بصفه خاصه، فبلاقي ان لا كتير جدا. ويمكن حصل قبل كده وعملاء كلموني على الهواء، عملاء ريل، قد ايه بتبسط بقى من الفيدباك بتوع العملاء الحقيقيين، وما اتكسفوش ان هم يطلعوا على الهواء يقولوا تجربتهم مع الب مالتي فيت.